even if Netanyahu denies the two state solution, what is desperate? بهذه الكلمات عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن رأيه باحتمال أن يقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبدأ حل الدولتين خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل سلام فياض قال إن حتى لو قبل نتنياهو مبدأ حل الدولتين فإن هناك الكثير من المسائل العالقة ينبغي حلها. في حال أعلن السيد نتنياهو بشكل قاطع قبوله بمبدأ حل الدولتين، يجب عليه مباشرة أن ينفذ التزامات إسرائيل المتعلقة بخطة خريطة الطريق، والأهم هو تجميد الاستيطان وإيقاف العمليات العسكرية والأمنية وتنفيذ بعض المسائل التي طرحت في اتفاق عام 2005. من جهته أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن نتنياهو سيلتزم بقرارات الحكومات الإسرائيلية السابقة. يمكنني أن أقتبس عنه قوله إنه سيلتزم بالقرارات الصادرة عن الحكومات السابقة، وفي هذه القرارات خطة خارطة الطريق. خارطة الطريق تعتمد على مبدأ حل الدولتين وهي مقسمة إلى جزئين. أما وزير الخارجية الأردني ناصر جودة فقد عبر عن قلقه من الوضع مؤكدا أن الجمود الذي يعتري العملية السلمية قد يدخل المنطقة في المجهول. هناك مخاوف كثيرة من الأطراف المعنية والمراقبين من أن تؤدي حالة الشلل التي تمر فيها المنطقة وتوقف جميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام إلى نقل المنطقة إلى مرحلة مجهولة المعالم قد تحمل معها مزيدا من العنف، وهذا ما لا يريده شعب هذه المنطقة. واضح ومباشر كان موسى، وعبر بكلمات بسيطة عن واقع الحال التي وصلت إليه العلاقات العربية الإسرائيلية في عهد الحكومة اليمينية الجديدة. فهل ستصدق المعلومات التي تم الكشف عنها أم لنتنياهو في واشنطن كلام آخر؟ أحمد السباعي، روسيا اليوم.